هذا مقطع عن بعض النقاط كنت اتناقش مع واحد قبل شوي اشرح بعض النقاط وجاب بالي اشياء اللي تحطها بمقطع نتكلم طبعا عنها كثير ساتكلم عنها بسرعه كنوع من التكرار بس بمقطع خاص فقد يعني تتضح اكثر الفكره. النقطه الاولى موضوع النادوس او موضوع المهماز. المهماز زي ما قلت من ضمن الاشياء اللي سويتها صح صح وان سويتها خطا خطا، فكيف تسويه اهم من مجرد فعله. الخيال الحقيقيين في المدرسة الفرنسية أو في الدريساج أو في الطرق الأوروبية أو الطريقة الأمريكية يكون مهماز، وهم من أفضل إنهم يكونوا أفضل أهل الخيل في الركوب. كذلك يجيك واحد يركب ركوب خاطئ ويبغى يركب مهماز عشان يحرك حصان فيه، بس إذا مو بشرط إنك تركب فيه إنك خيال، والعكس صحيح، مو بشرط إنك تركب فيه إن شاء الله خطأ، إن استعملته صح فهو صح، إن استعملته خطأ فهو خطأ. ولكن أنا النقطة اللي بتكلم فيها واقعية، فعل نفس الحركة بدون استعماله أفضل بمراحل. زي ما تقول في خيال يركب سرج، خيال حقيقي ما في كلام، بس سوى نفس الحركة بدون سرج أكيد أحسن لأنه سوى شيء أصعب. فالفعل نفس النتيجة بدون مهماز أحسن من فعل نفس النتيجة مهماز، لكن هذا يعني المهماز خطأ ولا يعني الصح؟ سويت الصح فهو صح، سويت الخطأ فهو خطأ. هذه النقطة الأولى وهي واقعية لا تقبل النقاش. النقطة الثانية هي أن المهماز بالنسبة ليستعمل استعمال صحيح أو الطرق الصحيحة تستعمل استعمال صحيح، استعمال تدريجي، يعني يركب الحصان أول وقت 80% من ركوب الطريقة الأمريكية أو الطرق الغربية على الرجل، مع ذلك لما ركب الحصان و80% من ركوبه على الرجل ومرتبط بالمهماز ركب الحصان بأول يوم بدون مهماز. تقول ليش؟ ما بركوبك مرتبط بالرجل وين المهماز؟ يقول لك لا، لازم أعلم الحصان على الرجل. إذا أثناء تعليمك للحصان على الرجل استخدمت إيش؟ اليد. فاليد هي الأساس والرجل هي شيء مكمل، هذا القطع عن النقطة هذه. ثم تدريجياً يستعمل المهماز، ثم تدريجياً يصل المراحل اللي يبغاها. المحصلة النهائية هي المهماز إشارات، لمسات معينة تعطيها الحصان بالمهماز يعطيك تبغاه. هذا منطق لا يقبل النقاش صحيح، لكن قبل ما يصل للمرحلة هذه مر بمراحل بدون استعمال الرجل، استعمال الرجل بشكل قوي، استعمال المهماز بشكل قوي، ثم تقليله، ثم فقط إشارات. لما تحصل على المحصلة النهائية بس توريني إياها، طب قبل وش سوى؟ زي لما الشخص يركب بدون اي ادوات فقط بعنان او اخر الوقت شعارات الحصان اللي تبغاه بالكعب بالتحريك بالتوقيف بالتوجيه، لكن اول الوقت قد يكون كان ثقيل كنت ثقيل، كان سخيف كنت سخيف، كان متكلف كنت متكلف، بالغ بالغت. كذلك في المهماز، فاذا تبغى بس تحكم على المحصله النهائيه في المهماز اذا احصل احكم على المحصله النهائيه بس بالشكيمه، فقط لمسات هنا فقط لمسات هنا لا اكثر ولا اقل. فاستعملت صح فهو صح، استعملت خطأ فهو خطأ، كيف تستعمله أهم من مجرد استعماله. الحصول على نفس النتيجة بدون استخدامه أفضل بمراحل من الحصول على نفس النتيجة وانت تستخدمه. استخدامه سواء صح وخطأ لا يعطيك الحق أنك تتكلم عن الأدوات الأخرى. تستعمله صح أو تستعمله خطأ لا تناقش موضوع حارة شكيمة باردة، سرج بدون سرج، يعور حصان ما يعور حصان، لأنك أنت أولى بالنقاش من غيرك اللي أنت لابسه ذا وشو. فأنا لا أخطئ لكن ليس صح، او على الاقل ليس اصح. وان كان ولا بد تبغى تناقش نقاش غير منطقي غير واقعي وتربط التحكم بالالم فانت اولى بالنقاش هذا من غيرك. يقول لو ركب مهماز ما يعور الحصان ولا استعمل نفس الشكيمه، اللي استعمل الشكيمه بالشكل الصحيح ما يعور الحصان، وتركب الطريقه الغربيه نفس الشكيمه وسارج وصداره ومهماز، فانت اولى بالنقاش من غيرك. اذا هذه النقطه الاولى في موضوع المهماز. النقطه الثانيه موضوع المهماز، المهماز لما اخترع طبعا تابع التاريخيين العرب ما استعملوا المهماز ابدا عبر التاريخ، اترك من الشواذ الاستثناءات اللي تدعي انها حقيقيه، انت تكلم شيء ثابت واقع ومنطقي قدامك. عبر التاريخ العرب ما جابوا طريق، و80% من الطرق الغربيه ركوبها مبني على المهماز، شيء اساسي جدا في الطريقه. هذا دليل قطعي ان جميع الطرق الحاليه اللي تستخدم المهماز مصدرها الطرق الغربيه ولا لها علاقه بالطريقه العربيه. المهماز لما اخترع زي ما قلنا نسب للشخص اللي مصدر الطرق الكلاسيكية كلها في الركوب الإغريقي، قالوا لهم على وقتها ما كان في مهماز أصلا، حتى ما كان في سرج بركابة، كيف تنسبون المهماز له أو كيف تنسبون الأدوات له؟ قالوا أن طرقه أو مفاهيمه وصلتنا للمرحلة دي فنسبنا أكثر الأشياء له حتى لو لم تكن له. اللي اخترع المهماز سئل أساس الفكرة الأساسية من المهماز وشو، حتى كان مهماز طويل والشوكة الشوكة مرتفعة على فوق. الفكرة من المهماز أن في الطريقة الأوروبية الكلاسيكية تستعمل الرجول بشكل أقل، استعمال الرجل ليس قوي، ما تستعمل الرجل بشكل قوي جدا، فلما تستعمل الرجل بشكل أخف
قصدي طبعا قصدي استعمال الرجل بشكل قوي جدا، قصدي انه يعني تو اقول لك 80% من ركوبهم على الرجل. نعم قصدي استعمال الرجل عندهم اكثر من اليد، لكن قصدي حركه الرجل يعني ما يبغون يحركون الرجل كثير، لانها اي حركه يحركها برجله مرتبطه بامر معين، فما يبغى يحرك الرجل كثير مع 80% من ركوبه على الرجل. فلما ركب المهام الطويل يجبرك انك ما تحرك رجولك، او يعطيك خيار انك ما تحرك رجولك، بنفس الوقت تعطي حصان اوامر. على سبيل المثال انا ابغى اوصل الركبه هنا، انا يدي هنا تبي توصل الركبه، لاحظ المسافه كلها عشان اضطر احرك رجلي كذا كلها عشان اوصل بطن الحصان، هذا بطن الحصان هذا رجلك، عشان اوصل بطنك ايش قاعد اسوي؟ مضطر احرك الحركه ذي كامله. لكن تخيل عندي مهماز، تخيل ان في الحاله هذه عندي شيء كذا زي كذا، شوف الحركه اللي بضطر احركها برجلي بس عشان اوصل الركبه، عرفت الفرق؟ يعني انا عشان المس ركبتي كل اللي يحتاجه من يدي هذا مسته، لكن بدون المهماز هل الفكره الاساسيه بالمهماز معروف عند اي شخص يفهم في الطريقه الغربيه، خليك عاد من الشخص مقلد او ناقل او يعني غير صادق، انا كنت بتكلم واقع يعني. فالفكره انك تلمس بطن الحصان او تلمس المكان اللي تبغى تلمسه برجلك بدون ما تحرك رجلك اصلا، انك راكب سيرج فتبغى تثبت نفسك، تثبت رجولك وبنفس الوقت تستعمل رجلك، فالمهماز يختصر لك الموضوع. طبعا تضغط بقوه تدريجيا تقلل الضغط وتفك باب وتسك باب، مع الوقت الحصان يعطيك اللي تبغاه، سكت عليه باب مهماز فكت العنان اعطاك اللي تبغاه. ففكره تدريب، وهذا تماما ضد الفكره اللي تكلم عنها طريقه تحكم بالحصان، تحكم حقيقي في نفس الوقت، ودي القطع عن النقطه زي ما قلنا، يتحرك احسن حركه، يكع احسن كعه، يعطيك ما تريد. نفس الحصان ده اذا خاف اول شيء يسويه ينطلق يخليك انت مهمازك وادواتك كلها. التحكم والثقه غير التدريب حتى لو كان تدريب صحيح. بعض الناس ويكون كلام معين عبارة عن خرافة غير واقعي عكس الواقع المثبت تماما، وهو بعض الناس يقول لك الركاب الحديد طرفه حادة ممكن تستعمل كمهماز، وانما اصلا كان يستعمل كمهماز. اول نقطة، اذا معناته ما استعمل المهماز العرب، النقطة الاولى قل ما شئت لكن زيده ما استعمل المهماز. اثنين، تكلمت في النقطة دي كثير، ثابت في كثير من امهات الكتب، الركاب الحديد اول ما اقترحه عند العرب، بالنسبه للعرب ما ادري عن العجم، بس بالنسبه للعرب المهلب بن ابي سفره او واحد من عياله اثناء فتوحات الفرس كان يقول لك اثناء القتال السيف لما يضرب الركابه تنكسر الركابه، خشب كانت فتنكسر الركابه خشب ويطيح الخيال او تنكسر تنجرح رجله مع السيف، فاقترح الركابه الحديد صارت لما تنضرب ما تنكسر وبرضه تحمي قدم الفارس او رجل الفارس، هذا سبب اختراعها الاساسي وهو ثابت. إذا لم تخترع عشان تستعمل محل المهماز، لأن سبب اختراعها معروف وقاله أصلا، هذه واحدة. اثنين، هو الأهم والأساس يدلك أن اللي يقول الكلام ده أصلا مو فاهم المهماز يستعمل ليش. إذا كنت بستعمل حد الركابة محل المهماز، نرجع للمشكلة اللي قلناها، المهماز اخترع عشان ما تحرك رجلك كثير. إذا بستعمل الركابة كمهماز بضطر أحرك رجلي كاملة بقوة عشان أجيب الركابة كلها جهة بطن الحصان، عشان اوصل رجلي لبطن الحصان بحرك رجلي، انا رجلي داخل ركابه حديد ثقيله، فعشان اوصلها لبطن الحصان احرك رجلي بقوه، سويت عكس ما هو مطلوب في الطريقه. اذا اللي بيقول الكلام هذا هو عباره عن شخص يتوقع المهماز فقط تحريك الحصان، وتحريك الحصان بشكل جالس ركب على سطح سلك، ودليل قطعي على النقطه هذه باطل تماما لا يقبل النقاش. طيب لماذا يقال معنى شيء استثنائي؟ سهل جدا أبرر، عشان أبرر ما أقول لابد أربطه بشيء الناس تحبه، أكسب زبون، أكسب ناس، أكسب جمهور، فأقول شيء يحبونه. لكن ليس كلام منطقي، ولو كنت مقتنع قناعة حقيقية فيه ما اضطريت أنك تحرف الواقع وتحرف التاريخ عشان تمشي شيء معين. فهو شيء صحيح إن استعملته صح، خطأ إن استعملته خطأ، كيف تستعمله أهم مجرد استعماله. استعملته صح أو استعملته خطأ ليس أصح أو أفضل من أنك تجيب نفس النتيجة بدون ما تستعمله. الركابة الحديد ما لها أي علاقة بالمهماز. وفي نقطة معينة